برعاية وحضور محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنة استضاف ديوان الغيث بمنطقة كيفان ندوة توعوية تحت عنوان عاصمة خضراء ترشيدية. وخلال كلمته دعا وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري إلى ترشيد الاستهلاك ووقف الهدر الملحوظ في الكهرباء والماء، مشيرا إلى أن تكلفة إنتاج 1000 جالون على الدولة تصل إلى 6 دنانير في حين يدفع المستهلك منها 800 فلس. كما أكد بوشهري أن تكلفة إنتاج الكيلووات الواحد للكهرباء تبلغ 30 فلسا بينما يدفع المستهلك 2 فلس فقط. اليوم كلفة الكيلووات على الدولة تصل إلى 30 فلس، المستهلك يدفع 2 فلس فقط، 2 فلس، بينما لما تروحون اليوم الإمارات ولا السعودية ولا بأي دولة من هذه الدول راح تشوفون التعرفة أكثر من الكويت بمرات متعددة. وإحنا نقول الحمد لله والله يزيد علينا والله لا يغير علينا، ولكن أيضا نحتاج ثقافة من خلالها نقدر نرشد هذا الاستهلاك وبالتالي توفير المئات الملايين اللي إحنا نستفيد منها وعيالنا يستفيدون منها وأحفادنا كذلك يستفيدون منها. تحت رعاية وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق انطلقت فعاليات منتدى التنمية السكنية والذي يقام على مدى 2 يوم بمشاركة مسؤولين من الجهات الحكومية المعنية وخبراء ومختصين في مجال الإسكان. وناقش المشاركون في المنتدى المشاريع السكنية التي يتم التخطيط لها بهدف تطويرها من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وسط تأكيد على أهمية إيجاد حلول كفيلة بحل الأزمة الإسكانية. كما أشاروا إلى أنه في ظل نمو الفئة السكانية المتوسطة الدخل في الكويت أصبح هنالك حاجة ملحة لتطوير مجتمعات تستهدف هذه الفئة وتوفر لهم مساحات سكنية عالية الجودة ومتعددة الاستخدامات.